للأسف خسرنا، ولكن كما رأيت لعبت مصر بالخبرة واستغلوا الفرص، واللاعبين الجيدين مثل صلاح أحرز الهدف من ضربة حرة، والهدف الذي أحرزه كابتن الفريق كان رائعا. على كل حال كانت مباراة جيدة جدا، أنا بصحة جيدة ويعتني الفريق الطبي بي. أصبت بحالة من الدوار لأنني كنت أعاني من الإنفلونزا لمدة يومين، وانخفضت نسبة السكر في الدم، ولم أكمل المباراة ولكنني بصحة جيدة. أنا أقبل أي عرض، ولكن الأمر يخص فريق سان داونز إذا كانوا يريدون أن يقدموني لأي فريق أم لا. البطولة رائعة.